صوره سعيد للسعاء لتسويقها، وما زالت بعض المنابر حتى بعض السياسيين هم احرار في تكهناتهم في افكارهم، يقول لك سيدنا سيد الرئيس نظيف وعفيف، ويقول اكثر من واحد يقول لك كذلك راهو العابد الزاهد، الزاهد العابد. هل هذه التصرفات تؤكد تلك الصورة أم تنفيها يعني وتعكس كل تلك التصريحات؟ شوف استاذ، نحن في معناتها في احنا في شهر خضير، خليني نقولها كما هي، لا نحب نقولوا على العباد لا نظاف لا فاسدين، احنا نحلوا في معطيات موجوده عندنا. اذا كان يجي البرلمان الاوروبي ويعاتب ويحاسب المفوضيه على انها اعطت 150 مليون اورو ذهبت في جيب قيس سعيد، سامحني شنو عملت بها قيس سعيد حتى تذهب عن نفسك الشبهات؟ لانه هنا ما نحكيوش، ما نجموش نقولوا راجلي مقاطعا مثلا نقولوا اصرفهم في كاس نوار في الدوله، ما نجموش نقولوا الكلام هذا وما عندناش المعطيات هذه. لكن انت كيفاش تعرف روحك فاسد ولا ماكش فاسد؟ هل انك انت ابعدت عن نفسك الشبهات ولا لا؟ حتى احنا في الوظيفه العموميه عندنا ما يسمى معناتها واجب التحفظ، ومن ضمن المقومات الاساسيه لواجب التحفظ انك انت تبعد على روحك كل شبهه، وانك انت تبعد على كل ما ينجم يسبب لك مشكله في حياتك المهنيه في ادارتك، وايضا في حياتك العاديه حتى في الشارع. يعني ثم حتى توجه يعني مشط جدا لتفسير واجب التحفظ، ثم يجي بعد تالي قوانين اخرى اللي هي تعاقب على تضارب المصالح، واللي هي بطبيعه الحال قوانين انشائيه عملها عبو وما نجمناش حتى نطبقوها في الاداره نظرا لانه لا يحمل يعني طابع النص القانوني اللي هو معناته فيه قواعد ونواميس وفيه حتى صياغه معينه اللي هي لم تتوفر في هذا النص، ولذلك كان نصا ذبح برشا ناس وما نجم حتى حد يفسره، ومعناتها قعدنا وحلة المنجل في القلة كما نقولوا احنا بالتونسي. نعم. انت تدرأ عن نفسك الشبهات وتقول المفوضية اللي اعطتك ال 150 مليون اورو وقالوا البرلمان الاوروبي فضحك وقال انها مشات في جيب قيس سعيد، وانه المفوضية قاعدة يعني تمول الفساد، تمول مش الفساد، تمول الديكتاتورية وتقف بجانب الديكتاتورية وطلبوا منها انها تشرح الاسباب. نعم، وهذا ما ذكرته الجارديان، تشاهدون على الصورة الخلفية. نعم، هذا وردت في الجارديان البريطانية. نعم، انت طلبت قرض من صندوق النقد الدولي وما خديتوش القرض هذايا بناء على فرضيه انك انت لا تقبل من يتدخل في الشان الداخلي، واحنا عندنا خصوصياتنا الاقتصاديه والاجتماعيه وسيحصل انفجار، وهي هي ذاك الكل سمعناه، ومعناها مشيتهم وجبتهم ومفاوضات اللي هي كانت رديئه بكفاءات معناها منعدمه تماما، ومشاو ما هزوش معاهم حتى برنامج معناها وحشمونا وحطوا لنا وجوهنا في معناها كان ان فياسكو توتال. وبعد خذيت تويكا 520 مليار من البنك العالمي عطاوهم لك موش لتمويل ميزانيه الدوله، وانما باش تشري به القمح للتوانسه، التوانسه جاعوا هاو باش منبهرين الشركاء في الخارج، منبهرين كيفاش هما مضطرين انهم يعطيوك 520 مليار باش تشري بهم القمح يا سيد. بطبيعه الحال من المفروض انهم ينبهروا جدا. وايضا الولايات المتحده اللي في اخر يعني بيان لها هبطت و يعني هنيت الشعب التونسي على الاستقلال في 20 مارس بمناسبه عيد الاستقلال، اللي بمناسبته نهني الشعب التونسي الكل ونقول لهم ان شاء الله نستقلوا من الديكتاتوريه، وقالت احنا سنقف مع الشعب التونسي، لا قالت مع الحكومه، لا قالت مع الدوله، لا قالت مع النظام. وباش تفهم يا استاذ راهو هذه الدبلوماسية راهي تحمل كثير من الرسائل في وسط يعني بين الأسطر، وهذا ما يفيد أنهم بالحق منبهرين على الأخر لدرجة أنهم هما شطبوا عليك بستيلو الأحمر. نعم.